اهلا بكم متابعين الكرام متابعين قناة منوعات ابو محمد في حياة اهل الريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو جديد تدريس الرز على الدراسة. شايف الجماعة ما عاملين كده ولا ايه؟ مش عارف الرز ده مش عارف ازاي الام المفروض ده بالتقم بتلف شويه عشان الناس دي بيكمل بعض بيكتم الدراسه. لازم تدي له سنه بسنه كده تدي برضه بس تلف. ان شاء الله انتاج السنه دي حلو. معظم الناس زرع 104 انتاج ال 104 كويس احسن من السوبر 300. هنا ناجح في الارض بالذات الارض منها مالحه الرز بينجح فيها. ده مثلا بشكل القش خضره كمان هم استعجلوا عليها في الدريس. حاجه مصطفى الحر اللي بيلقم القش خضرة ولا ايه؟ القش خضرة؟ خضرة؟ القش خضرة؟ مية؟ القش خضرة اللي بقى دلوقتي الثاني